مشاكل رئيسية اللي قاعد نواجهها في الكويت، منها يعني إذا نقدر نستعرضها بسرعة، أم الهيمان، مشكلة أسواق القرين، مشكلة مدينة صباح الأحمد في تراخيص البناء، محطة مشرف، الكارثة البيئية اللي أثرت يعني العالم كلها في الإطارات، وكذلك مشاكل النظافة. يعني لاحظ بعض المشاكل هذه الرئيسية تأثر على المواطن في شكل مباشر إذا أهمل دوره في التصويت في مجلس البلدي، وإحنا كدورنا وهدفنا يعني يرسخ في حبنا للكويت، وكجيل الحالي نتمنى أن أيضا يعني نحط بصمة تثبت أن إحنا حاولنا واجتهدنا وسنعمل يعني على عمل أفضل لمستقبل الكويت.